هي تسامحيني وما زال بعد هذا السام بعد ردة الفعل الإيجابية اللي حصلت من عند مستويات ال 10 ل 180، غير شو ما زلنا ننتظر مزيد من الزخم، خصوصا ان احنا حاولنا نخترق الوتد الهابط ولكن حتى الان مش قادرين نخترقه. ولكن في حاله اختراقه اعتقد هيكون اول هدف بالنسبه لنا هو الهدف اللي هنا اللي عند هذه المستويات، المنطقه السنويه اللي عند مستويات ال 12 جنيه و60 قرش، لو وصلت ال 12 جنيه و80 قرش، واعتقد ده هيكون اهم هدف اللي بنختاره. اتوقع ان احنا قد نعود لنزول مستويات ال 14 جنيه لمستويات ال 14 جنيه و17 قرش، ومنها ان شاء الله نبحث عن قمه جديده بالنسبه لنا للسهم. اعتقد ان احنا محتاجين نشوف رده فعل للسهم ايجابيه وقويه، وبالاساس ما نكسبش وقت الخساره بتاعنا المهم اللي عند مستويات ال 10 جنيه و80 قرش، اللي طالما بكت الاسعار منه تظل نظرتنا ايجابيه للبحث عن الهدف الاول عند مستويات ال 1260 ل 1280 اللي باختراقه يصبح الباب مفتوح لعد اختبار الحد الاوسط للقناه، وكمان مستويات ال 14 ل 14 جنيه و20 قرش، ومنها نبحث ان شاء الله كمان عن قمه جديده بالنسبه لنا للسهم. وبالتوفيق.